على مواقع التواصل تجد الكثير من الشباب والشابات الذين يقدمون محتوى خاص بالسفر المنفرد سولو. منهم ضيفتنا الشابة هيفاء بسيسو التي تقدم وتشارك دائما تجاربها في مختلف البلاد التي تزور. منذ انطلاقتها حتى اليوم تحرص هيفاء على كسر الصور النمطية للفتاة العربية، كما تشارك جمهورها في كثير من القضايا الثقافية المختلفة. بدأت مسيرتها في مجال الإعلام ومن ثم انتقلت إلى إنشاء قناة على يوتيوب. وهذه القناة تحت اسم Fly with هيفاء أو حلق مع هيفاء، ومن خلالها أصبحت تهدف إلى تشجيع الأفراد لخلق تغيير في حياتهم. طب هيفاء، السفر المنفرد باتت ظاهرة في 2023، الكثير بات يحب أن يسافر بمفرده، باعتقادك لماذا يا هيفاء؟ يمكن لأنه كثير ناس مو شرط بدهم يستنوا ناس تانيين ليجي معهم بالرحلة، وبحس كتير ناس صار عندهم فضول يكتشفوا حالهم من خلال السفر. أنا دائماً بحكي إنه بسافر مش بس إني أكتشف لتو غيفيل أو سور الصين العظيم، بسافر لأكتشف حالي والبلد اللي رايحة فيها. فلما الواحد يسافر لحاله بيكون في شوي حرية أكتر يمكن من الحركة. يعني هيفا، مرات السفر مربوط بتجارب ومربوط بذكريات وصور ذهنية منخليها هيك بذكرتنا طول العمر، ما بتحبي إنه تشاركيها مع حدا وتقولي تتذكري لما كنا هون، تتذكر لما كنا هون مثلا؟ هلأ الشيء الحلو بالموضوع إنه الواحد لما يسافر لحاله بحس بيصير عنده كتير أصحاب، فبقدر يعمل هاي المحادثة مع حدا قابله هناك، حدا أوروبي، حدا لاتين أمريكي، فبنقدر نشارك هاي الذكريات بس بناس جداد تعرفنا عليهم. طب هيفا، أنت راجعة من سفرة طويلة، سفرة لشهرين بمفردك في أمريكا الوسطى، زرتي مختلف الدول، ألم تملي؟ يعني كيف كانت تجربتك بالأول؟ شهرين لحالك؟ لا صراحة كل يوم مغامرة كتير كبيرة، كل يوم أتعرف على ناس كتير، ولما أتعرف على ناس هناك مع بعض بنروح على أماكن تانية، بس مش بطريقة إنه مش عقلانية أو خطيرة، لا يعني الواحد يعني بتبع حدثه وبيبين على الواحد. طيب إيش ما، فأنا بحس حالي دائما الله حاميني وبتعرف على ناس بتجنن. طيب هيفا، لفتني قلتي كونت صداقات جديدة، إلى أي مدى هذا مهم إنه ما تأخذي صداقاتك اللي بتعرفيها بس تتعرفي على ناس جداد؟ هلا حلو الواحد يسافر مع ناس بيعرفهم. انا سافرت كمان وحده من السفرات مع اهلي وعرفنا بعض بليفل تاني مختلف تماما، يعني رحنا شيء وروحنا شيء تاني. انا السفر بالنسبه لي دوا خلالها طوش وهيك ومشاكل، يعني يمكن طوشه طوشتين بس الباقي كله مع بعض. بس الواحد احيانا لما يكون لحاله بيصير المجال مفتوح اكثر لناس يحكوا معه، يتقربوا لعنده، بي فريندلي. وأنا برأيي يعني ما بسافر مع شنطة من خوف، أنا بسافر مع شنطة من أمل. ما بعتقد أنه معظم الناس سيئين وحيقتلوني أو you know يسرقوني، لا بالنسبة إلي الناس بجننوا، في إشي نتعلمه من أي حدا بنقابله. وفعلا يعني أنا بسفراتي صار لي شي 7 سنين بسافر ما صار معي موقف خطير أو حدا ضايقني أو إشي هيك.